دلوقتي عشان اقفل جنب الشنطه بالشكل ده اهو بالشكل ده. انا نسيت اسمها، هي مثلا هنا احنا عاملين 25 سطر اهو، بنعرفها من ان الراس دي 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 سطر. فانا هشيل 10 من هنا و10 من هنا وهشتغل على 5 في النص. ادي 2 2 4 6 8 10 واقف عندهم، 2 4 6 8 10 واقف عندهم، اتبقى كام عندي في النص؟ اهم 2 4 5، الخمسه اللي في النص دول شايفين ال10 اللي صوابي عليهم دول؟ هاخد منهم واحد واخد منهم واحد ازاي؟ يعني انا الاول هلضم الخيط، يعني هشتغل هعمل الجنب الثابت في الخمس خرزات، بس عشان اشتغل ابدا من الخرزه الاولى هنا من ناحيه الخمس خرزات هاخد طرق الخرزه ال10 من هنا واعمل عليها غرزه مربعه واكمل اكمل لغايه ما اوصل للغرزه الخمسه، وبعدين اخد الغرزه ال10 معايا يعني، وابدا اخد واحده وابدا اطلع كده كده لغايه لما اوصل مع بعض. هنشوف مع بعض ازاي، يلا بينا. طيب انا هنا لضمت قطعت خيط صغير عشان تشوفوا معايا كويس، انا هعد كده هنا، ادي 1 2 3 4 6 8 10، الخرزه ال10 دي هدخل فيها اهو، وهدخل في اللي جنبها كمان ماشي، وهاخد طرفين الخيط اخليهم قد بعض، اخليهم قد بعض ازاي؟ هساوي الاطراف كده مع بعض واعمل كده 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 اهو، اهو هاخد طرفين الخيط معايا اهو اهو تمام، دخلت خرزتين تمام. عايز اعمل غرزه رباعيه، هعمل ايه؟ اجيب حاجه تشوفوا من اهو كده عشان نشوف. حطينا ايه الغرزه بقوا ايه بقوا كام؟ اربعه تمام، وانا مسويه طرفين الخيط. هعمل الغرزه الرباعيه ازاي؟ اجيب الطرف اللي فيه الخرزتين اللي في اليمين، وانا حطيت الخرزتين في اليمين عشان انا عايز امشي كده ناحيه الخمس خرزات تمام، وهعمل غرزه رباعيه العاديه دي اهي، ان انا بنزل كده واروح ساحبه طرف الخيط الثاني كده اهو، ودخل العقده كده تمام. همشي خلاص، الطرف اليمين ده هيفضل في مكانه، همشي ايه بالغرزه الغرزه الثانيه اللي جنبها. تبقي عارفه انت هتوقفي فين، يعني احنا خدنا غرزه، الغرزه اللي خدناها دي رقم 10، اتبقى هنا 9 2 4 6 8 9، هتاخدي هنا ايه؟ الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والعشره. هوصل عند اللي قبل الاخيره دي، يعني هاخد واحده اهي، دخلت في اللي جنبها الطرف اليمين هحط فيه خرزتين، واروح قافله بالغرزه الرباعيه دي كده، بنزلها كده واخد الطرف الثاني كده عشان ابقى فاصله الطرفين، واعمل الغرزه بتاعتي. هخش اعمل اللي جنبها رباعيه كده، عملت اتنين، يبقى كام؟ ثلاثة. طيب بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، بصوا بقى الجنب ازاي. بصوا انا وصلت لفين، اللي هو فاضل هنا خرزتين وفاضل هنا خرزتين تمام. احنا اتفقنا ان احنا ايه اخدين من تحت، اخدين من هنا 10 خرزات، يعني احنا مراجعه سريعه كده، احنا كنا عاملين الشنطه كلها العرض بتاعها 25 سطر، سيبنا 10 من هنا و10 من هنا واشتغلنا على الخمسه اللي في النص، بس قبل ما نشتغل على الخمسه اللي هم 1 2 3 4 5 اخدنا ال10 من هنا، دخلنا في الاثنين دول مع بعض وعملنا غرزه رباعيه، وبعدين دخلنا هنا عملنا غرزه رباعيه، دخلنا هنا عملنا غرزه رباعيه، دخلنا هنا عملنا غرزه رباعيه، والخرزه الخمسه هنا دخلنا فيها، وبعدين يعني واحنا في الغرزه الرباعيه وفيها اتنين دي، رحت داخله هنا بقى معايا ثلاث خرزات وعملت الغرزه الرباعيه تمام، خلصتها. قبل ما عشان الف وارجع بقى، بروح داخله اخده واحده، اخده خرزه من هنا عشان تشوفوا تمام. يبقى انا اشتغلت الخمسه، دخلت هنا في الخمسه رقم واحد من الخمس خرزات، واخدت العشره من هنا، عملت رباعيه، دخلت هنا عملت رباعيه، دخلت هنا عملت رباعيه، دخلت هنا عملت رباعيه، دخلت هنا ودخلت هنا في اخر واحده. كل اخر سطر دايما يعني مثلا المفروض الخمس خرزات دول، انا بعمل خمس صفوف، هشتغل الاربعه كاملين خالص، احط خرزتين في اخر صف، اروح داخله في الثلاثه تمام، واروح ايه حاطه واحده بس، وعشان ارجع بالسطر، عشان ارجع اشتغل العكس الناحيه دي، اروح اخده واحده من هنا ومدخله ايه يعني مدخله الخيط في الطرف هنا ولضم خرزتين وشغاله رباعيه وراجعه مع بعض. عشان ارجع بقى، عشان ارجع اشتغل الناحيه دي هعمل ايه؟ هاخد فاضل هنا خرزتين، هروح داخله في الخرزه اللي من الصف كده، خلصت ثمان خرزات، فاضل اثنين، واحد عايزه اوضحها لكم اكتر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تكون واضحه اكتر، تركزوا معايا اهو. هروح داخله الخرزه اللي هنا في مره واحده. طيب انا عايزه ارجع، عايزه اشتغل راجع، هعمل ايه؟ هروح مدخله خرزه ومدخله الثانيه من الطرف اليمين هنا، واروح راجعه بالخيط كده، عامله الحلقه دي كده، اروح اخد الخيط التاني ده كده اهو. بصوا اهم حاجه ايه، اروح داخله في اللي جنبها حاطه خرزتين هنا وعامله رباعيه،
كده عملت كام واحدة؟ 1 2 3 اهو. بص بقى اهو فاضل عندي كام؟ 1 2 واروح داخله في التالتة دي اهو. هدخل نركز، هتلاقيهم هما باينين 3 وبيقولوا احنا هو ناقص لنا واحدة، ناقص لنا واحدة زي السمك الصغنن كده اهو. هدخل الواحدة منين؟ مش هدخلها من هنا، هدخلها برضو من هنا، بدل ما احط الخرزتين هحط خرزة واحدة بس. اروح مرجع طرف الخيط فيه كده وعامله الحلقة اللي انا بعملها وادخل اهو. خلاص اهو تمام. اروح مدخله ايه الطرف الاخير فين؟ منساش اهو هنا اهو. خلاص اخر واحده احط فيها كام؟ 2 وارجع في خرزه واحده اهو. اهو بقى عندي ايه 3 خرزات الحمد لله اللي في الاخر. اروح مدخله كده اهو واروح داخله كده، هحط ايه خرزه واحده اهو واروح راجعه في الخيط. فكره جميله جدا، انا يعني الشغف ده عجيب الحمد لله ان الخيط محتاجش ان هو يتقص اهو. طيب عشان نعمل بقى الخيط ده بقى نعمل ايه؟ انا معايا طرفين اهو، هدخل طرف هنا وادخل الطرف اللي من الطرف اللي من هنا ده هدخله في الخرزه دي اهو. ماشي، احاول اشد كويس. الطرف التاني من هنا هدخله تحت كده اهو، اطلعه من الخرزه اللي تحت على طول، ما اسيبوش يدخل في الصف اللي بعده اهو. ماشي، اروح مدخله الخيطين بقى دول الطرفين دول عكس بعض كده في الخرزه الرابعه دي من تحت اهي، بس ان هما يعني يحضنوا بعض كده وايه ما يسيبوليش اي حاجه، وافضل كاني بخيط ادخل في الخرزه اللي تحت كده واروح معديه في وشها كده. والطرف التاني برضو ده طبعا الطرف ده عشان صغير يعني برضو ولو كان اطول شويه هيمشي معايا، بس وخلاص الحمد لله كده يعني كتر خيره مكنت. المهم انا همشي ده كده، وادي الشنطه. اللهم صل على النبي، الحمد لله يا رب.